عبره من المشروبات التغليبيه، لكن يعني الاشياء ما اندثر اصلا. الناس رغم انه يعني تكلفته عاليه، لو جينا حسبناها من ناحيه التكلفه تكلفته عاليه جدا، لكن مع ذلك الناس بتحاول شنو تحافظ على التغليب ده، المشروب التغليب ده. وضع المعيشة طبعا صعب، بس أنا دي ما بمقارنة مع السنين اللي فاتت، لكن الحمد لله. وطبعا فاقدين الناس، فاقدين أهلهم، فاقدين الجيران كده، ما زي زمان الجيران والأهل، ولما تعوزت الأبردي ولما تمشي السوق يجيبوا بهاراتهم وكده. الحمد لله، بقيت الناس ما في الكبيرة. ده هجيب سنية كبيرة. دي معاكم بقى شاي فاضية. ماذا؟